النادي الاهلي تصدر قائمه المرشحين قدامكم على الشاشه للتتويج بجائزه كلوب سكر العالميه لافضل نادي في العالم خلال العام الجاري 2023 وفقا لما اعلنته اللجنه المنظمه للحفل المقرر اقامته في دبي مطلع العام المقبل، فيما غاب ريال مدريد لاول مره عن التواجد في هذه القائمه. على فكره الاهلي مع السيتي ومعاه كمان نابولي والهلال السعودي والاتحاد جده، ارسنال، برشلونه، بايرن ميونخ، بوكا جونيورز، انتر ميلان، باريس سان جيرمان، روما، شبيليه والوداد البيضاوي المغربي. في الشرق الاوسط كمان النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي داخل على مستوى العالم كافضل نادي وعلى مستوى منطقه الشرق الاوسط، بس في الشرق الاوسط الصراع هيكون قوي جدا ما بين الاهلي مع الانديه السعوديه تحديدا. ليه؟ تداخل مع الاهلي واتحاد جده من السعوديه، شباب اهلي دبي والشباب من الامارات، الدحيل والريان القطري وكذلك النصر السعودي. جائزه افضل لاعب شاب فيها مدافع مصري النجم عمر فايد لاعب فنربخشة اللي كان بيلعب سابقا بالتاكيد في نادي وادي دجله، كل التوفيق كمان لعمر فايد في هذه الجائزه. الشيء الابرز في هذه الجزئيه انا بتكلم على موضوع جوائز جلوب سكر اللي بيبقى فيها اهتمام كبير جدا، انا بعتبر الجائزه دي لا تقل اهميه عن جائزه الفرنس فوتبول على فكره. وفي فتره من الفترات كانت جوائز الجلوب سكر هي نفس الفكره اللي كانت بتقام في الامارات العربيه المتحده لما كانت ايام مجله او جريده سوبر الاماراتيه، كان برضو بيبقى فيها حضور كبير جدا من ابرز نجوم الكره العالميه.